سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تفعيل تذكيرات تفاعل على تطبيقكم شيئين. قم بضغط هنا على تطبيق شيئين، بعدها سوف نقوم بضغط هنا، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على جهة الاتصال المفضلة، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على إشعار الرسائل الجديدة، من ثم سوف نقوم بالضغط على تذكيرات التفاعل. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل تذكيرات التفاعل، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.